بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله. الراهن على الساحة السودانية أزمات متلاحقة كافة نعيشها منذ استقلال السودان. اجتهدت الحكومات الوطنية المتعاقبة لحل كل المشاكل التي تواجه مسيرة البلاد، أخفقت في جوانب ووفقت في جوانب، ولكن ظل المشكل الأساسي مستمرا حتى هذه اللحظة. تحدث في هذا الراهن السياسيون والنظاميون وقادة المجتمع المدني وقادة المنظمات، والآن في هذه السانحة نتيح الفرصة لنستمع إلى رأي أهل العلم فيما تواجهه البلاد من أزمات وكيفية الخروج من هذه الأزمات ووضع الحلول الجذرية لهذه المشاكل حتى تنطلق بلادنا نحو أفاق المستقبل لينعم المواطن السوداني بالنماء والرفاه. في هذا الإطار قدمت جامعة النيلين نداء بلادي للعام 21 و2000، وهو مشروع قدم بهدف تسخير حل التحديات التي تواجه البلاد. في هذه الحلقة نسلط الضوء على هذا المشروع، ونسعد كثيرا أن يكون معنا داخل الاستوديو مرافع عبد الرحمن البكري منصور، وكيل جامعة النيلين ورئيس اللجنة العليا لمشروع نداء بلادي. مرحب بك مرافع. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الخرطوم لاستضافة مشروع نداء بلادي رؤية وطن، وهذا المشروع الغرض منه استنهاد همم الباحثين والخبراء الوطنيين في تقديم نماذج حلول لإشكاليات بتعاني منها كثير من القطاعات. نعم، قطاع النقل وقطاع الصحة وقطاع التعليم وكثير مشروعات الأخرى، إلى أن يساهم الخبير الوطني في تقديم بعض النماذج العملية لحل هذه الإشكاليات. نعم، وسنتعرف عليها إن شاء الله بالتفصيل بعد أن نرحب برفض دكتور عفض الله العطا أستاذ القانون ومقرر هذه الليلة. مرحب بك. التحية والاحترام والتقدير لك أستاذ مبارك ولغناة الخرطوم ولأسرة برنامج الراهن وللذين يقفون خلف الكواليس، وشكري لكم أنتم تفردون مساحة لهذا المشروع الوطني الكبير نداء بلادي. هذا المشروع في تقديرنا من الأهمية بمكان باعتباره بادرة تتيح الفرصة للخبراء الوطني، وقد أسهموا في حل إشكالات كثير من البلدان والمجتمعات. نواصل الحديث بروف عبد الرحمن حول هذا المشروع من خلال رؤية جامعة النيلين بهذا المشروع للتحديات التي تواجه السودان. الجامعة النيلين هي الحقيقة زي آلة نفسها أن تخرج من البرامج في خدمة المجتمع، وده بتقديم هذه الرؤية الجديدة لاستنهاد همم الباحثين والخبراء في مجالات مختلفة، والغرض أن يقدموا بحوث ذات قيمة تطبيقية مش تنظير أكاديمي، نماذج عملية، وده تعتبر مساهمة من جامعة النيلين نحو المجتمع في قطاعات مختلفة زي ما ذكرت، إذا كان قطاع النقل أو قطاع الصحة أو قطاع التعليم أو جميع القطاعات الأخرى الوردت في هذا النداء، نداء مشروع نداء بلادي. وفضلا عن ذلك الغرض أيضا كذلك ده لجميع الخبراء الوطنيين يمكن رؤيته في المستقبل والاستفادة من خبراتهم والاستفادة من تجاربهم العملية، فنقدم هذه النماذج ذات القيمة التطبيقية. وبطبيعة الحال التراكم المعرفي من جيل إلى جيل لابد أن يستفاد منه في هذا الصدد، لا يمكن أن تنثلم تجارب الخبراء السابقين عن الأجيال الحالية. والغرض كان احنا ان نقدم الخبراء في مجالات مختلفه، اقصد الخبراء المحتملين
باحثين أن يقدموا هذه الخبرات ويسهموا في التطوير، مش بالمقصود أن يكون خبير يعمل الآن في منشأة ما بصرف النظر عن مكان عمله، بصرف النظر عن مكان نشاطه، هو مستهدف أن يقدم عصارة خبرته للمؤسسات اللي تحتاج لهذه الخبرة. وبطبيعة الحال معروف كانوا إحنا فقدنا كثير من الخبرات في الفترات السابقة، ونحن مستهدفين هؤلاء الخبراء، هؤلاء الباحثين الجادين الراغبين في تقديم روشتة حل للمجتمع في السودان في القضايا طرحت بواسطة مشروع نداء بلادي. ومن ثم يعتبر مشروع نداء بلادي كأنه مشروع غير تقليدي، يعني ما من المشروعات المعروفة في كتابة البحوث ذات الصبغة الأكاديمية، ده مشروع الغرض منه أن يحل إشكال. ومن ثم ما مقصود أن الشخص يكون يحمل درجة علمية ما، مثلا يكون أستاذ أو أستاذ مشارك أو ماجستير، هل هو خبير، هل هو عنده خبرة، عنده تراكم معرفة كبير، هو دار يقدم لنا في هذه الفترة لحل مشاكل البلد. فده ده الغرض من هذا المشروع، مشروع نداء بلادي. نعم. وهذا بطبيعة الحال زي ما ذكرت تعتبر مساهمة من جامعة نياح مجتمع، تعتبر مساهمة مجتمعية، وهي مبادرة هي مبادرة، والخروج من الأنشطة المعروفة للمؤسسات التعليمية اللي هي التعليم والتربية. الغرض كان إحنا لابد أن نساهم في مجالات تانية، كان ممكن في الحقيقة نكتب الأساتذة داخل الجامعة، لكن نعرف أنه في ناس عندهم قدرات كبيرة جدا ميدانية، نحن أكاديميكس، لكن بطبيعة الحال لابد أن القدرات الأكاديمية. ومن ثم هناك لجان بتعين الخبراء في تحديد مسار هذه النماذج الميدانية، ومن ثم عندك نوع من أنواع التمازج والتلاقح بين الخبرات الأكاديمية، بين القدرات الأكاديمية والخبرات العملية والميدانية. نعم. نفهم من هذا الحديث دكتور فضل الله، يعني أن المبادرة منفتحة على المجتمع، يمكن أن يساهم فيها كل من له خبرة في مجال من المجالات، وليست قاصرة على أساتذة الجامعات. طيب، هو مشروع، نعم، وليست مبادرة، مشروع وطني، والجامعة منفتحة على المجتمع السوداني تماما. نعم. طيب، السودان يمر الآن بمرحلة انتقالية صعبة للغاية، دونها أزمات أو أزمات، دونها يعني تحديات كبيرة اقتصادية، سياسية، أمنية، اجتماعية إلى الآخر. جامعة النيلين انطلاقا من مسؤوليتها والتزامها الأخلاقي والمهني والمعرفي والوطني تبنت هذا المشروع وطرحته للمجتمع السوداني. الجامعة معروف أن وظيفتها هي التدريس، هي واحد وظيفة الأولى التدريس، نعم، ثانيا البحث العلمي، ثاليا خدمة المجتمع، وكلها تصب في خدمة المجتمع. فآثرت جامعة النيلين على نفسها أو أبت إلا أن تقدم مشروعا وطنيا كما تفضل الظروف، يساهم في مرحلة البناء. وبالتالي هنالك ثورة عظيمة، هنالك أرواح يعني أزهقت في سبيل، نعم، هذه الثورة العظيمة. فكان لابد لكل مؤسسة الدولة أن تشارك في عملية البناء. فجامعة النيلين بإيمانة كما أسلفت بالمبادئ اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية طرحت هذا المشروع. ففي 11/2020 شكلت لجنة، شكلها السيد مدير الجامعة، والتحية لسيد مدير الجامعة بروفيسور محمد الأمين أحمد محمد ولكل العاملين في جامعة النيلين. شكلت لجنة لاستكتاب الخبراء والباحثين السودانيين في القضايا القومية، برئاسه بروفيسور عبد الرحمن البكري، الحسن، دكتورة مي مامون، دكتور محمد المجتبى، دكتور ميدا عز الدين، دكتور أحمد عبد الله، أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح، بروفيسور عطا البطحاني. شكلت هذه اللجنة لإعداد لهذا المشروع الذي يطرح ويعلن لكل الخبراء في السودان، السودانيين داخل السودان أو خارجين. نعم. لذلك نرجع للسؤال، لذلك الجامعة منفتحة تماما كما تفضل البروف. هذا المشروع متاح لكل سوداني له الخبرة في المحاور المذكورة في هذا الكتيب. نعم. موجود كتيب يشتمل على 12 مشروع. نعم. وبالتالي كما تفضل البروف لا يشترط في الاشتراك
في هذه المشاريع والمشروعات درجة علمية معينة على الإطلاق. إنما خبرة. خبرة. نعم. ينبغي أن لا تقل عن 10 سنوات في مجال معين من 10. ممكن نحن لأنه نريد أن نكون دقيقين، لها مزايا معينة وهي مؤطرة ومقيدة. يعني على سبيل المثال سكة حديد. نعم. يعني ليس أنت ستكتب ليس في مجال السكة حديد كده على إطلاقه، فمقيدة بقيود معينة مؤطرة في إطار معين حتى تستفيد الدولة ويقد تقدم هذا المشروع لمتخذ القرار. نعم. نعم. يعني تجاوب الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى مع هذا المشروع بروف عبد الرحمن. طيب شكرا جزيلا. الحقيقة بدأ التجاوب، يعني تقريبا بدأ كثير من الباحثين يقدموا بسحب الاستثمارات التي عدت خصيصا لهذا المشروع. نعم. من إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة النيلين، ونعتقد أنه الزمن متاح، ودي دعوة عبر هذا التلفاز يسمح لي الإخوة أن ندعو لكل الباحثين، كل أصحاب الخبرات، كل شخص يهم الوطن، كل شخص عنده معرفة تفيد المشروعات المختلفة أن يساهم بفكره في هذا المشروع بسحب الاستثمار وتقديم النموذج الذي من المحتمل أن يعين المؤسسات المعنية باتخاذ نشط عمل هذه المؤسسات وتفيد المجتمع السوداني وتفيد الدولة أيضا كذلك. هل بدأتم في عمل ميداني مع المؤسسات التي تحتاج لإصلاح؟ نعم كذلك. إحنا تم الاتصال بأكثر من 20 مؤسسة في هذا المجال بكتابة خطابات رسمية لها، خاطبنا السكة الحديد، كل المؤسسات الحقيقية المعنية، إذا كان السكة الحديد، إذا كان دور الصحة، إذا كانت الولاية، فكل المؤسسات وكل الوزارات المعنية بهذه المشروعات تمت مخاطبة بصورة مباشرة من قبل اللجنة المعنية، وبدأ التجاوب عن طريق إرسال بعض الخطابات أنها كأنهم يعني بدعموا هذا التوجه، بيساندوا هذا التوجه، ومن ثم الحقيقة كأنه حفزنا أكثر نمشي خطوات إلى أمام. نحن في الحقيقة استشعرنا أن أهمية هذا المشروع باستجابة الأطراف المعنية المستفيدة من البحوث المحتملة وكذلك الباحثين المحتملين أصحاب الخبرات، شجعنا أن نمشي قدما في هذا المشروع. نعم. دكتور فضل الله، ربما هنالك مؤسسات لديها دراسات، لديها بحوث أيضا كانت داخلية صنفت هذه المشاكل أو حددت أسباب المشاكل التي تعانيها، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من ما كان في هذه المؤسسات؟ القبيل نحن قلنا والله يا أخي هذا المشروع متاح للجميع، إن كان مؤسسات وإن كان أفراد وإن كان جماعات، يعني فرق بحثية أو مؤسسات، بل ذهبنا أكثر من ذلك. ما تفضل البروف، يعني نحن خاطبنا كل الجهات المعنية بالموضوعات دي، كل مؤسسات الدولة المعنية أو ذا الصلة بهذه الموضوعات خوطبت بخطاب رسمي. نعم. يا أخي نحن نريد أن نقدم خدمة للمجتمع. هنالك بعض المؤسسات اللي القطاع الخاص كذلك خوطبت. بالتالي نحن إذا اطلعت على الكتيب المساهمات المتعلقة حسب النص بتاع القرار، يعني اللجنة ذات عندها سلطة كبيرة جدا. نعم. في أن تعقد اتفاقات، في مذكرات تفاهم، في أي اتفاقات نحن على استعداد أن نتقبلها من خلال هذا المشروع. وبالتالي المشروع متاح للأفراد، مراكز البحوث، لفرق البحثية، ونحن نقبل كل مؤسسات الدولة. طيب البروف أضاف أو أضيف لما تفضل به البروف، رئيس مجلس الوزراء، نحن والله نحيي رئيس مجلس الوزراء حينما خوطب بشأن هذا المشروع رد لنا بخطاب أنه مؤيد، ويعني رحب بهذه الفكرة وأنه من الداعمين لها. كذلك يعني رد علينا وزارة الداخلية، فنحييها، نحيي وزارة الداخلية أن تجاوبت مع هذا المشروع وردت علينا، بل زادت أكثر من ذلك، رشحت لنا بعض الخبراء الذين من الممكن أن يساهموا في هذا المشروع. نعم. فبالتالي كما تفضل نناشد كل مؤسسات الدولة وكل الذين حاذبين على هذا الوطن أن يتقدموا بمشروعاتهم. يبقى بالتالي
نحن نريد أن نقدم للدولة يا متخذ القرار، يا متخذ القرار، همنا الوطن، هذا هو الحل العلمي العملي فيما يتعلق بالموضوعات ال 12 دي. فمرحبا بالجميع يعني. نعم. وكذلك مؤسسات، معلش عفوا، مؤسسات الإعلامية، لأننا نعتبر الإعلام شريك لنا في هذا المشروع. بل يجب أن يكون رأس الرمح. نعم. بعملية التنوير بهذا. نعم. المشروع نداء بلادي للعام 2021 لاستكتاب الخبراء والباحثين السودانيين في القضايا القومية، وصدر في نوفمبر 2020. هنا أسأل بروف عبد الرحمن البكري وكيل جامعة الليلين ورئيس اللجنة العليا لهذا المشروع، أس المشكلة السوداني سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي أم متداخل؟ أنا أعتقد أنه نعم. كل معلومات الاقتصاد هي ممتازة وجيدة في الزراعة، في الصناعة، في الموارد الطبيعية، لكن الإشكال في الحاضنة السياسية، مشكلة في المنظمة السياسية اللي بتقود البلد أصلا. وإحنا لما سألت عنه في بحوث قدمت، نقصد أنه الاستجابة دائما من الجهات الحل والسلطة المدنية الزمنية يعني في الوقت ده. نعم. فأنا أفتكر الوقت أسعى مهيئ بسبب التغيير الحدث أن الدراسات تلقى نفسها وقتها تلقى طريقة للتنفيذ. أسعى كان الوقت مهيئ لذلك. فمسمى إحنا نتكلم عن السكة الحديد، نعرف أن السكة الحديد الآن تستجيب لأي بحوث جديدة تساعدها في أن تمشي للأمام، عكس ما كان الحال سابقا. فكان السكة الحديد مستهدفة أنها تقوض في الحقيقة تماما. الإدارات كانها قوضت السكة الحديد كلية. فأنا أفتكر أن الوقت الساعة متاح لنا. فأنا المشكلة ما بعتقد أنها مشكلة اقتصادية على الإطلاق، سياسية، مشكلة تنعكس على الأولى، وده يسمى كأنه دي تنعكس على الاقتصاد. نعم. هي تنعكس على الاقتصاد. نعم. في هذا الجانب دكتور، يعني الحاضنة السياسية هل يمكن أن تتغير؟ يعني العقلية التي يعني تفكر دائما في كيفية تحكم السودان وتصل إلى هذا الكرسي، هل يمكن تتغير يعني؟ والله لا بد أن تتغير هذه العقلية التي تدير البلاد. نعم. لا بد. أستاذ مبارك، نحن عشنا أجمل لحظات في تاريخنا، تاريخنا ما شاء ما أقول الإنسانية. نعم. اللي عمرنا ده يعني في ميدان الاعتصام رأينا بمعيوننا كيف هذا الشعب يعشق الحرية. نعم. كيف هذا الشعب يعشق المدنية والديمقراطية والمبادئ التي قامت عليها. فبالتالي لا بد للذين يحكمون البلاد أو الذين يريدون أن يحكموا هذه البلاد أن يرتقوا إلى تفكير الشارع وطموحات الشارع، وإلا سيجد أنفسهم مركولون وبعيدا كهكذا يعني. والكلام ده حصل في 30/6 على سبيل المثال يعني. نعم. يعني نحن عشنا 30/6، أنا بعتبر 30/6 هي التاريخ الحقيقي لثورة السودانية العظيمة هذه الذي قوض 30/6/89 بالضبط كده. نعم. 30/6، لأنه أنا ما داري أتكلم في جزئية متعلقة، ما تم ما قبلها عبارة عن انقلاب عسكري نتيجة لهبة شعبية، لكن الثورة الحقيقية كانت في 30 يونيو 19/20، التاريخ الذي اغتصبت فيه السلطة. نعم. بالضبط. فبالتالي لا بد لهؤلاء الذين يحكمون، لا بد أن يتغير هذه العقلية إذا أردنا أن نظل متقوقعين في ظل ما تم في 30 سنة. فلنقرأ التاريخ جيدا. نعم. لا بد، ولا بد للذين يريدون أن يديروا هذه البلاد أن يهتموا ويتبنوا البحث العلمي. لا تتقدم ولن تتقدم أمة في العالم إلا بالبحث العلمي. لن تكون هنالك نهضة، أنا هذا أردده، لن تكون هنالك نهضة اقتصادية علمية سياسية إلا بالبحث العلمي. يقول بالتالي إذا أرادت الدولة أن تمارس القيم الديمقراطية وكذا وكذا، أن تتبنى مناهج البحث العلمي. والله أنا أتمنى بدل 30 سنة ملقى صورة المسؤول، يا ليتنا نجد في مكتب كل من الوزراء والمسؤولين صورة عالم من علماء السودان. والله هو يا ريت يكون عالم. نعم. وأنا كنت أمشي أكثر من ذلك، البحث العلمي وأساس التنمية، البحث العلمي وسيجدوها أمامه هكذا شعار، وهو يدخل الآن لهؤلاء الذين يحكمون يجد كل، وهو داخل يوميا يرى صور الشهداء الذين مهروا هذه ثورة دمائم الطاهرة.
ليعرف القيمة التي أجلسته في هذا الكرسي. من الذي أجلسه هذا الكرسي؟ هؤلاء الشهداء، هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وناضلوا وكذا وكذا وكذا. ماذا كانوا يريدون؟ ما أهدافهم؟ أهدافهم أن يكون هنالك حكم ديمقراطي مبني على أسس علمية، تغيير حقيقي، تغيير حقيقي في التفكير، في السياسة، في وكذا في كذا في كذا. نعم. نسمع لكن أبو رفح عبد الرحمن عن حكومة كفاءات. نفس هذا الحديث قيل، ولكن نفاجأ بأنها حكومة محاصصات وطرديات. طيب، أنا أفتكر أنه الوقت الحالي الحكومة الانتقالية ما تفتكر تعتبر كأنه حكم على يعني مستقبل الأجيال. لا بد تجي فترة ديمقراطية وعندها غربال، كأنها الزول ما يقدر يتأوام مع البيئة الجديدة عن طريق لفت انتباه المسؤولين إلى مطالب الشعوب، هي كأنها عن طريق آليات العمل الديمقراطي. فالفترة الانتقالية كأنها فترة مؤقتة، هي بتعد للنظام الديمقراطي. نتكلم كأنه التجربة الديمقراطية هي المقصودة أصالة، مش الفترة الانتقالية كأنها فترة مؤقتة جاءت لكثير بتعالج كثير من القضايا الموروثة في الحقيقة. تكلم عن نفسها قضايا فترة بتاعت سنتين أو ثلاثة في قضايا وإشكالات موروثة وتهيئة المناخ وسمى تهيئة المناخ، وسمى كأنها هي حتى الآن الحكم عليها أنها يعني ده مستقبل الحكم السودان، ده ما بكون سليم مستقبل حكم السودان إذا بدأت الانتخابات وبدأ الاقتراع وبدأت تجد ديمقراطية في سنة أولى ديمقراطية وسنة ثانية ديمقراطية وسنة ثالثة إلى أن يجي يتقدم الصف هو الأول الحزب الأول يعني. نعم. من حيث قدراته على الحكومة البلد يعني. نعم. مسمى هي تجربة، ولا هي تجربة طويلة وليست هي سنة أو سنتين. نشوف الدول المتقدمة سادت هي نظمة ديمقراطية. نعم. كأنه التجربة نفسها بعد مسيرة إذا درسنا التاريخ نلقى أنه الدول العالم السائد هو العالم الديمقراطي، العالم السائد هو العالم الديمقراطي أساسا، لأنه معروف أنه الديمقراطية فيها تربية للحاكم وتربية للمحكوم. نعم. نواصل هذا الحديث مشاهدينا الأكارم في الراهن هذه الحلقة، ونحن نسلط الضوء على مشروع نداء بلادي، هذا المشروع الذي قدمته جامعة النيلين كمبادرة لحل أزمات وتحديات التي تواجه السودان في هذه المرحلة باستكتاب الخبراء والباحثين السودانيين لإيجاد حل القضايا القومية. نتابع هذا الحديث بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا، ونحيي كل الذين انضموا إلينا لمتابعة هذا الحديث في الراهن مع ضيفينا داخل الاستوديو، بروف عبد الرحمن البكري منصور وكيل جامعة النيلين ورئيس مشروع نداء بلادي، ودكتور فضل الله العطا أستاذ القانون ومقرر اللجنة في هذا الحديث الذي وصلت من خلاله الضوء على هذا المشروع. أعود إليك بالحديث دكتور فضل الله، هناك من لا يريد لمثل هذه المشاريع أن ترى النور لأنه يتعارض مع مصالحه، سواء كان حزب أو قوى سياسية أو أي جهة من الجهات التي في مصلحتها استمرار مثل هذه الأزمات وهذه التحديات. للأسف الشديد أستاذ مبارك، الفترات الانتقالية في كل العالم لو نظرنا لتجارب الدول التي انتقلت من نظم قمعية استبداد وديكتاتورية تجد اللحن والمحن والعراقيل وكذا وكذا. وللأسف الشديد هذا يعبر يعني أنا أعتبره خيانة للوطن. الذين يعارضون مشروعها كهذا، أنا هنالك يعني من يجد يعني لا أعتقد أن هنالك كل الناس سيباركون يعني خيانة للوطن. نعم. فلنفرق بين الأشياء، فرق بين الوطن وبين الذين يحكمون وبين الذين يعارضون. ما استغرب أن يجد هذا المشروع عراقيل، لا استغرب في ذلك. أنا هذا المشروع لو يعلم الذين يديرون ليعلم الذين كيف تدار الجامعات لا يعني لعلموا أن هنالك أمرا جللا. الذين تغلدوا مقاليد الإدارة في الجامعات بعد الثورة
تقلدوها في ظروف قاسية وصعبة للغاية، ولم يوجدوا ميزانية معارف، لا توجد الخزانة خاوية. نعم. الميزانية ربما يكون ميزانية ضعيفة للغاية، والسيد الوكيل موجود يعني منذ الثورة، هو من 10 2019، وكيف الخبرات هاجرت في ظلها، خبرات وعدم استقرار جامعي وكذا وكذا وكذا. طيب وكوفيد 19 كل هذه الأزمات مرت بإدارات الجامعات، والله نحيي كل مدراء الجامعات الذين تصدوا، ولكل الذين تصدوا لإدارة هذه الجامعات في هذه الفترة، هم ذلك يريدون أن يساهموا في بناء الوطن. يعني أنا كان ممكن أكتفي بالتدريس بالبحث العلمي، الجامعة تنيل بها بضعة بعشرون كلية، بها مراكز ومعاهد وأكتفي بذلك، هنالك درجات على مستوى الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي وكذا وكذا والبكالوريوس، واقفها هنا. لكن هذه الجامعة رغم هذه الظروف تغلبت على كل الظروف التي واجهتها وتقدمت بهذا المشروع الوطني المستقل. ده يعبر عن الوطن، لا يعبر عن حزب، لا يعبر عن أي جهة أو كيان أو غيره، هذا مشروع وطني لكل السودانيين، وليس للسوداني معين أو حزب معين، يا كل السودانيين تقدم بمشروعك التي تملك فيه هذه الخبرة، تقدم به حتى يقدم للوطن. فالذين يعني يريدون يعني أن يعارضوا مشروع كهذا على سبيل المثال، هؤلاء خونها للوطن. هذا مشروع مستقل تقدمت به الجامعة، شاركوا جميعا، أن كنت تنتمي إلى أي حزب لا يهمنا في ذلك، نحن نريد أن نقدم خدمة للمواطن السوداني. فإذا كنت أنت يعني هنالك فيك ذرة من الوطنية، ينبغي عليك أن تدفع وتشجع هذا المشروع. نعم. هذا المشروع لا علاقة له بحمدوك. نعم. ولا قحط ولا هذا، للوطن، لمؤسسات الدولة. نعم. نعم. بالمقابل برف ربما يعني تظهر يعني جهة من الجهات أو حزب من الأحزاب أو قوة من القوى الموجودة على الساحة تتبنى هذا المشروع وتطرح هذا المشروع كبرنامج انتخابي. طبيعة الحال ده جائز، لأنه المشروعات اللي قدمت في المحاور الاقتصادية والاجتماعية قدمت مشروع نداء بلادي في الحقيقة يكون كل سوداني، كل الأحزاب في الحقيقة لابد يكون مدخلة هو تغيير نمط حياة الإنسان، وتغيير نمط حسن كأنه هو يعني إصلاح هذه المؤسسات بتقديم حلول عملية لمشكلات هذه المؤسسات. وأنا أعتقد أنه من الجائز جدا أن يكون في المستقبل أي حزب يتبنى هذا المشروع، مشروع نداء بلادي كواجهة له. هل نتوقع يعني من هذا المنطلق أن يكون هنالك حوار أو هنالك أي لقاء ممكن أن يتم هذه القوى السياسية لتنويره بهذا المشروع؟ بطبيعة الحال حتى الآن، حتى هذه اللحظة ما برزت في الساحة يعني قوى سياسية يعني فيها استقطاب حزبي حد، لأنه فترة انتقالية بيكون كأنه الاستقطاب الحزبي بيكون كأنه حتى الآن ما مسمحوا بصورة صارخة. نعم. لكن جايز في الزمن إذا انتهت الانتقالية وبرزت الأحزاب لعمل نشاطة، ممكن يكون في لغاء، لأن المشروع ده ملكيته الفكرية لجامعة النيل، منتوجه خاص بجامعة النيل، كان نائب يساعد مؤسسات قومية فانتحل إشكاله. مثلا ممكن يجاز في المستقبل أن الأحزاب إذا انتهت الانتقالية أن تلتقوا معها، أن نلتقي مع هذه الأحزاب في مساعدتها في أن تقدم هذه البرامج، لأن الغرض منها الشعب السوداني، الغرض منها المواطن السوداني. نعم. الأمر دكتور فضل الله ربما أيضا يحتاج إلى النظر في إصلاح بدءا نظام التعليم في السودان. بناء الأوطان أساسه بناء الإنسان. نعم. لا توجد نهضة ولا يوجد بناء حقيقي ما لم يكن يعني ما لم يتم بناء هذا الإنسان، والإنسان يتم بناؤه بالتعليم والعلم والجودة العلمية. لذلك في هذا المشروع أنا أريد أسلط الضوء في الجزئية التي تفضلت فيها، إيماننا بأن التعليم والعلم هو أساس كل شيء، بناء الإنسان ثم بناء الأوطان. هذه الموضوعات كلها تمثل منظومة متكاملة، يعني حينما
يعني اجتمعت اللجنة في اجتماعات في السلسلة من الاجتماعات توصلت إلى الستة محاور وال12 موضوع زي ما يعني أسلفت قبل قليل باعتبار أنها النسخة الأولى فقط ل 2021. فكان من ضمن المحاور محور التعليم. نعم. محور التعليم بيه وإيماننا بأن التعليم هو أساس بناء الأوطان وأساس التنمية كان اختيارنا لموضوع ما الموضوعات التي نريد أن نشارك بها؟ نعم. السؤال لي الأول خطة متكاملة نقف أنا نقف في المصطلحات خطة متكاملة لإعادة هيكلة التعليم العام لتخفيض التكلفة ورفع جودة العملية التعليمية. يقول بالتالي الذي يريد أن يشارك بمشروع فيما يتعلق بالتعليم هذا هو الإطار الذي وضعناه من خلال هذا العنوان حتى لا يكتب لنا كلاما فضفاضا. نعم. البروف جبيل تحدث عن بعيدا عن النظريات الأكاديمية نحن نريد حلول عملية علمية تقدم. يقول فيما يتعلق بالتعليم تانا حقول العنوان خطة متكاملة. نعم. لإعادة هيكلة التعليم العام لتخفيض التكلفة ورفع جودة العملية التعليمية. الموضوع الثاني في محور التعليم تقويم أثر التوسع في التعليم الجامعي على مخرجات العملية التعليمية. نعم. وتقديم الحلول الممكنة. يا أخي عندنا كم كلية طب، كم كلية قانون، كم كلية كذا، يعني كم الهائل دي من الجامعات والكليات هل هي تتوافر فيها مؤشرات الجودة وكذا؟ هل هي تتناسب مع سوق العمل؟ بالتالي الذي سيقدم لنا مشروعا يتعلق بهذا الموضوع وفق الغيد أو الإطار الذي وضع فيه التعليم أكبر مشكلة سيد مبارك. نعم. الآن أكبر مشكلة. فبالتالي هذان موضوعان يتعلقان بالتعليم. شكرا جزيلا. نعم. عندك إضافة بروف تقريبا في هذا النقطة فيما يتعلق بالتعليم وإصلاح التعليم وتقويم التعليم؟ نعم جدا. في الحقيقة إعادة هيكل التعليم من المسائل المهمة جدا. نعم. لخفض تكلفة التعليم وده بطبيعة الحال كأنه مساعدة الدولة بتوفير جزء من ما يصرف للتعليم على بعض الأنشطة الأخرى وأيضا كذلك رفع كفاءة العملية التعليم نفسها. والحقيقة نتكلم في إطار أنه ما جرى في السنوات السابقة أصبحت كأنه المؤسسات التعليمية موجودة في كل محل بدون أي مقومات، بدون تخطيط، بدون أي تخطيط. نعم. رغبة المواطن في أنه مدرسة بأي مكان ده كان كأنه دول بتسجل طوالي وأصبح مجال استثمار، واللي هي الموضوع كأنه هو الغرض كان الدفع السياسي. نعم. جعل الحكومة نفسها أن توفر مدرسة في بعض حتى جامعات في بعض المناطق ما متوفر فيها يعني الخصائص التي يعني كأنها يعني تجيز إنشاء مدرسة. تلقى فيها جامعة في الشمالية أو في شرق السودان ومسمى كأنه نتكلم عن إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية. نظر الخبراء لابد أن نرجعوا إلى التنظيم الكلي لهذه المؤسسات التعليمية ويخفضوا التكلفة عن طريق دمج كثير المدارس المبعثرة وهي عن قرب. كان في المدارس تلقاها قريب بعضها البعض وتلقى أنه في مدرسة فيها 20 طالب وفيها 50 أستاذ ومدرسة فيها 300 طالب وفي 10 أساتذة. ده موجود الآن وخلل حقيقي. نعم. دخل الحقيقي طبيعة الحال. نعم. دخل الحقيقي ومسمى كأنه الغرض من هذا العنوان أن نلفت نظر الباحث والخبير إلى الإشكال المرتبط بهياكل التعليم نفسها، هياكل التعليمية. مسمى لابد أن نقدم نماذج جديدة تعين على تخفيض التكلفة عن طريق الدمج. نعم. أو الرجوع لما كان عليه السابق التعليم أنه كان في صور مختلفة لا ذكرها الآن ممكن. نعم. الباحث يقدمها نفسه. نتابع هذا الحديث حول مشروع نداء بلادي الذي قدمته جامعة النيلين في نوفمبر من العام الماضي لإيجاد حل للتحديات والمشاكل والأزمات التي تواجه البلاد بعد أن نعود إلى غرفة التحكم ومن ثم نرجع ثانية.
مشاهدي فضائيات الخرطوم نحييكم مجددا ونرحب بكم وبضيفينا داخل الاستوديو بروف عبد الرحمن البكري منصور وكيل جامعة النيلين رئيس لجنة مشروع نداء بلادي ودكتور فضل الله العطا أستاذ القانون بالجامعة ومقرر اللجنة التي تقوم بالعمل لإنفاذ هذا المشروع. الحديث معك بروف عبد الرحمن فيما يتصل بالمدى الزمني في تقديركم لإنفاذ هذا المشروع، هل يتم على مراحل في الفترة الانتقالية ما بعد الفترة الانتقالية تتولى الحكومات الديمقراطية في تقديركم تبني هذا المشروع، أم ما هي الرؤية والآلية لإنفاذ هذا المشروع؟ طيب شكرا جزيلا. في الحقيقة هناك جدول زمني لإنفاذ هذا المشروع، نعم، كان فترة محددة لسحب الاستثمارات من قبل الراغبين في كتابة هذه البعوث وتقديم المقترحات، وأيضا كذلك في فترة لتقويم هذه المقترحات المقدمة وتحديد ما هو المقترح الفائز في المرحلة المبكرة دي، نعم، ومن ثم كان اختار الشخص المعني أنه يبدأ فعلا، هو قد تم اختياره كتابة هذا البحث الميداني. ودي الفترة دي بتاخد، كان مستهدف عام 2021، وبعد كتابة النموذج الميداني وتقديمه للجان وتقويمه من قبل خبراء آخرين، نحن بعد ذلك لدينا المرحلة الثانية أن ندعو الجهات المستفيدة من مخرجات هذه البحوث، نعم، ونوصل لها هذه المادة عن طريق مؤتمرات ولقاءات مفتوحة أساسا ونناقشها بسبيل أن تستفيد من هذه المخرجات أساسا. مسمى كأنه عملنا بيستمر إلا أن نقابل الجهات التي من الممكن استفيد من هذا من هذه البحوث الميدانية. نعم دكتور فضل الله، يعني ما مدى التوقع أن تكون هنالك استجابة مع هذا المشروع من قبل كل الجهات المعنية كل في مجاله؟ والله نحن نتفائل ونثق تماما أن هذا المشروع سيجد قبولا من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشعب السوداني. واحد، لأنها نابعة من جامعة، والجامعة دائما مستقلة، هي جامعة النيلين، جامعة رائدة عملاقة واحدة الاستغلالية، ما فيها الكلام السياسيين الذين ما عنده علاقة بكلام السياسيين. واحد، مشروع وطني نابع من جامعة مستقلة. ثانيا، هذه المشروعات مستكتف فيها خبراء وطنيين، نعم، وبالتالي أنا أتكلم عن مؤشرات النجاح اللي بالنسبة للتوقع اللي توقع أنا. واحد، من خبراء وطنيين كفاءة معينة، خضعت مشروعاتهم كما تفضل البروف لتقويم وقياس وتحكيم وفازت ثم قدمت. يعني مبدأ المنافسة، أنت بروفيسر، أنت دكتور، أنت لم تنل تعليما، العقاد رابعة أولية، كم كتبت فيه من اطروحات دكتورة؟ كم؟ يبقى بالتالي هؤلاء يتنافسون في المشروع، مبدأ التنافسية موجود، نعم، وخضعت لهذه الأشياء. الحاجة الرابعة والمهمة جدا أن هنالك جوائز للفائزين. الحاجة الخامسة أنها ستقدم لمتخذ القرار، فبالتالي هذه مؤشرات نجاح تقدم لمتخذ القرار، ستطبع، ستنشر. بروف تفضل بأن هنالك منتديات وورش، طيب، وفيه علم وفيه كذا، وخضع لتحكيم، يعني خضع لقياس. ويا متخذ القرار، هذا مشروع فيما يلي. يبقى بالتالي نحن نتوقع، أنا قبل قلت لك سيد رئيس مجلس الوزراء تجاوب مع هذا المشروع، تجاوب مجموعة، نحن حتى اتصالاتنا كانت حد مش ورسلت هكذا، لا، يعني كل شخص على درجة علمية رفيعة، دكتور أحمد عبد الله نحييه، بأن زار كل مؤسسات الدولة، نعم، وسلمهم خطاب كتيب مطبق، هنالك من استجابوا وشفاهة، وننتظر الكثير والكثير. طيب معلش، أنا عاوز أنوه في الفرصة دي، تفضل، يا خبراء، يا باحثين، يا سودانيين، يا وطنيين، هذا المشروع في جامعة النيلين تجدون هذا الكتيب وهذا المطبق، نعم، في مكتب العلاقات أو إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة النيلين مجانا، ومعه استمارة تقديم، نعم، مجانا،
وبرضو كذلك ستجدونه على موقع الجامعة الإلكتروني برضو مجانا. تقدم بمشروعك، عندنا خطة، تلقى كل ما يتعلق في هذا الكتيب أو في موقع الجامعة الإلكتروني. تقدموا، هلموا، نحن نتشرف بكم. نعم. فكان لابد أن ننوي المحك في متخذ القرار لإنفاذ هذا المشروع. المحك فعلا في متخذ القرار لإنفاذ هذا المشروع، والحقيقة كأنه حصل تغيير في الوقت الحالي. نعم. أنه أصبح متخذ قرار ما هو متخذ قرار السابق، أصبح في المؤسسات المستهدفة أصبح متخذ قرار داير مادة جديدة تعينه في أن يطور مؤسسته، مسمى كأنه هو منتظر نتائج هذه البحوث فأن تعينه في اتخاذ قرار رشيد. ومسمى افتكر أنه هو الفرصة متاحة لمتخذ القرار إذا كان في قطاع النقل أو التعليم أو أي قطاع آخر ذكر في هذا المشروع، أنه كأنه الآن الوقت متواتي والمشروعات كأنها منتظرة نتائج البحوث الميدانية. ونفتكر أنه لسانها لكل شخص تسنم مؤسسة حكومية مستهدفة بهذا المشروع أن الوقت ده متاح والمشروعات نتائج إن شاء الله هتكون قدامه. جمعية عن طريق خبراء وباحثين بذلوا فيها جهد كبير، وزي ما ذكر البروف إحنا زي هنالك حزمة من الجوائز للخبراء الفائزين، وأيضا كذلك الجامعة قالت على نفسها أن تتحمل التكاليف التشغيلية لهذه البحوث، كان لا يترك الباحث يتحمل هذه النفقات، وهذا دور مجتمع يتطلع به الجامعة. نعم. بالإضافة إلى دورها العلمي في مجال التعليم بالجامعة وفي مجال الدراسات العليا. تحية لجامعة النيلين، أساتذة وطلاب، إدارة وكليات، تحية لعلماء بلادي أينما كانوا. كانت هذه محاولة مشاهدينا من خلال الراهن اليوم لقراءة ما تقدمت به جامعة النيلين من مشروع، هو مشروع نداء بلادي لاستكتاب الخبراء والباحثين السودانيين في القضايا القومية، محاولة لإعمال العلم لحل إشكالات و تحديات السودان في الوقت الراهن بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. التحية لبروف عبد الرحمن البكري منصور، وكيل جامعة النيلين ورئيس اللجنة العليا لمشروع نداء بلادي، والتحية لدكتور فضل الله العطا أستاذ القانون ومقرر اللجنة بجامعة النيلين. وإن شاء الله في مساحات أخرى نحاول أن نتحدث أكثر حول هذا المشروع حتى نحيط المشاهد و كل المهتمين وأصحاب الرأي في هذا المجال للإسهام برأيهم وبفكرهم لاستكتاب أقلامهم في هذا المجال حتى نخرج ببلادنا إلى بر الأمان. شكرا بروف، شكرا دكتور فضل. شكرا لكم مرة ثانية، تحية خاصة وشكر لأستاذ هيثم التهامي. وفاتنا أن نشكر بنك فيصل للإسهام السوداني لأنه دعم هذا المشروع بمبلغ ضخم يوم الخميس الفائت. نحن نعتبره شريك لنا وناشد حكومة هذه الثورة، نحن نقف من خلفكم والشعب السوداني من خلفكم. ينبغي أن ترتقوا إلى أحلام الشعب السوداني، دعونا من الخلافات والصراعات والمحاصصات وتبنوا البحث العلمي واهتموا بال. شكرا للذين يقفون وراء هذه الأجهزة مرة ثانية وثانية. شكرا لك دكتور فضل العطا، والشكر أيضا لبروف عبد الرحمن البكري منصور، وشكر لمشاهدينا الذين تابعوا معنا، وحتى نلتقي في أمان الله.